في خناقة دلوقتي. ليه؟ مبابي شايف ان اليورو اصعب من كاس العالم، ميسي رد عليه النهارده وخرج عن صمته وقال لك يورو ايه اللي احسن من كاس عالم، دي يا نجم ده كوبا امريكا نفسها ممكن تتقارن باليورو. شايف ازاي انت لا لا سؤال بعيدا عن الخناقة، لا لا اليورو ولا كاس لا لا العالم؟ كاس عالم، كاس العالم. كاس العالم ليه؟ يعني حتى الديبيت بتاع ده، تصدق دوري الابطال احلى من كاس العالم؟ اه احلى في تشجيع، لكن ما فيش حاجه زي كاس العالم، ما فيش حاجه عندك اغلى من ان انت تلعب لمنتخب وطنك في بطوله العالم، تنتمي لمنتخب وطنك في بطوله العالم، تعلق، تغطي، تنقل، تشتغل، تعمل اي حاجه لوطنك في كاس العالم، دي حاجه لا تقدر بثمن. طيب هنتكلم عن القوة وعن التنافسية امبابي بطل العالم بالمناسبة يعني. بالظبط، عارفين ايه بالظبط، فعشان كده ممكن تمنطق تصريحه عادي، ما تحسش انه مثلا واحد بيقولها عشان متغاظ انه خسر كاس العالم اللي فاتت، انه واخدها اللي قبلها. صحيح. فهو بيتكلم على ما يبدو على فكرة ان المنتخبات دي كلها عارفة بعض، فمن دور المجموعات بتبقى فيه صعوبة بعكس كاس العالم اللي دور مجموعاته ممكن يبقى سهل على الفرق الكبيرة. هقولك بصراحة، قول لي، أنا ما بقتش أحب اليورو ولا بحب بطولات العالم، لأني بقت يسعد احسن توالد. لا مش قادر اتقبل فكره ان انا اشجع منتخب. يعني ممكن اشجع ريال مدريد، اشجع انتر، اشجع نادي، في النهايه بحبه لانه نادي، لكن اشجع دوله غير البلد اللي انا بنتمي ليها دي يعني ما بحسهاش بصراحه. فبقيت اخد الموضوع على انه باكج، وبتظهر بقى الدبل ستاندردز وانت بتتفرج المعايير المزدوجه، يعني يلعب كاس العالم ولا كاس العالم احسن واحد، عشان دول اوروبيين والبطولات الاوروبيه هي الاقوى، وبعدين دلوقتي يرجعوا يقولوا لا للسوبر ليج، وتروح الفيفا تلغي السوبر ليج، ويروحوا هم يعملوا كاس العالم الانديه ويجيبوا 25 نادي ويزودوا عدد المباريات على اللي كان السوبر ليج هيعمله. فالحته دي اول ما بندخل فيها بحس بصراحه المعايير المزدوجه، معايير مزدوجه دايما. الاهلي اعلن من شويه انه لم يصله اي شيء رسمي حتى الان عن نسخه 2025 من كاس العالم للانديه، ولا على مستوى القيمه الماليه والمكافآت، ولم يصله اي شيء حتى الان، وان كان سيشارك في المونديال بشكل طبيعي طبقا لتوقعاته. المانيا في ملعبها البطوله مرشحين للقب؟ لا 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 لا، ليه؟ اولا المانيا عشان تكسب ده هيعمل زي كاس العالم 2006، انه ايه اللي يحصل؟ انه الالمان على ملعبهم الضغط بيبقى اكبر عليهم جدا من تمام. انه الارض تلعب لاصحابها. الحاجه الثانيه، المنتخب الالماني ما قدمش الجيل الجديد. المانيا عشان تفوز بكاس العالم بعد ما خسروا 2006، عشان يفوزوا في 2014 قرروا ان هم يلعبوا بتشكيله مكونه من 21 لاعب جديد، ثوره كامله، بيطلعوا لعيبه جديده قلبوا الدنيا. الوضع في المانيا دلوقتي مش زي ما احنا متعودين، والسكواد الالماني يمكن ثلاث اربع اسامي اللي موجودين، وباقي القدامى من هنا على هنا. نجوم الالمان مش زي ما كانوا موجودين. الفرق اللي انا متوقع ليها النجاح الساحق في البطوله، جورجيا هتكون فرقه حلوه قوي، كلنا جورجيا طبعا، خفيتشيا، كفاراتسخيليا، تمام، ده اللي عارفينه كلنا. لا لا ده مين تاني فكرني؟ لا ده عندهم جورجو بنتو حارس مالاتو، فالنسيا كمان، وعندهم ثلاث لعيبه لو قدموا المستويات المتعارف عليها اللي بنشوفها على الهايلايتس، مش عايزين نعمل زي وكلاء اللاعبين نتفرج على هايلايتس نفرح. مين هم؟ لا فيهم ثلاث لعيبه مع كفارا راس الحربه والهاف ليفت وكفارا تخيليا، طبعا دول هيبقوا حديث البطوله. حارس فالنسيا مامردشفيلي هو حارس من الحراس اللي تالقوا في الدوري الاسباني السنه دي، لكن انا بصراحه مش رايح خالص ناحيه التوقع، وان كنت قد يكون تقصيرا مني في المتابعه لجورجيا، انا مش شايف جورجيا ممكن تبقى مفاجاه. لا انا ما بقولش مفاجاه، بس انا بصدق رؤيتك، بقول يعني فرقه حلوه، بقول فرقه حلوه تحب تتفرج عليها، هتلعب كره حلوه. تمام، يعني احنا اتعودنا من الفرق اللي هي بواقي تشيكوسلوفاكيا، البواقي الفتافيت الصغيره، ان هي يعني تلعب كره برضو متحجره، لا انتوا سوفييت بتلعبوا كره صلبه جدا، ولا انتوا كروات بتلعبوا كره جميله، فده اتعودنا عليه.